المشاركة هذه ولله الحمد تتميز بالفعالية، تتميز أيضا بالتنوع، وكذلك الرئاسة العامة وفرت جميع طاقاتها التقنية وأيضا الميدانية والتوعوية لخدمة رواد المهرجان. المشاركة هنا ولله الحمد من الرئاسة العامة بتوجيهات ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، تأتي للتكامل والتآخي والتعاون مع الجهات المشاركة وعلى رأسها الجهة المنظمة التي نجد منها كل التعاون والدعم. باب التوعية خاصة ما يتعلق بالجانب الذي يعنى بالأمن الفكري وأيضا تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء، وكذلك عرض المحتوى العلمي والتوعوي لحملات الرئاسة التي أطلقتها الرئاسة ودشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الحافلة الرقمية وأيضا الحافلة التوعوية وأيضا المصليات المتنقلة التي تمكن الزوار ورواد المهرجان من أداء الصلاة. هذا المعرض الرقمي يحتوي على عدة وسائل عرض وشاشات تؤدي الجانب التوعوي والوقائي، وأيضا تعرض المواد التي أنتجتها الرئاسة في شتى الأمور التي تعزز الأمن الفكري، وكذلك أيضا تتواصل مع الضيوف ومع الزوار في المهرجان وفي غيره من المناسبات، ومنها هذه الشاشة الرقمية التي تجعل الإنسان يستطيع أن يتفاعل مع جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى اللغات الحية في العالم، يستطيع الإنسان أن يستفيد منها وينظر إلى منتجات الرئاسة سواء المواد الفيلمية أو الصوتية أو الكتب التي أصدرتها الإدارات المعنية بالتوعية، وأيضا بما يتواصل مع الزائر ويستفيد من هذه العروض. هذا الموروث عزيز على القلوب ويمثل هذه الدولة ويمثل قيمها وأصالتها، بل ويعبر عن شريحة كبيرة غالية على نفوسنا ممن يعني يعنون بهذه المسابقة ويعنون أيضا بهذه الهواية التي تندرج من قيمنا وأصالتنا، وأيضا قامت عليها هذه الدولة المباركة، وأيضا الإرث التاريخي والإرث الإسلامي للإبل بما ورد في النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.